هلا وسهلا. إذا كنت تعاني من موضوع البطارية وأنه بسرعة تفضى، هذا جوال برضه يعاني من نفس المشكلة، لكن لو تدخل على الإعدادات وبعدين تروح على خيار البطارية وبعدين صحة البطارية، تضغط على صحة البطارية تشوف الحد الأقصى. إذا هو أقل من 75% فإن عندك البطارية مستهلكة ولا بد أنك تبدلها. طبعا راح تظهر عندك رسالة هنا أنه صحة البطارية متدنية جدا وأنه لا بد تمر أقرب وكيل لتغيير البطارية. هذا اللي راح يأثر على موضوع البطارية. طبعا هذا الجهاز آيفون 6، ممكن الأجهزة الجديدة ما تواجه نفس المشكلة، لكن إذا واجهت أنه أقل من 75% فأعرف أنه بطارية جهازك تحتاج إلى تغيير، وهذا هو سبب أنه البطارية أحيانا تفصل من الشاحن يكون فيه 80 بسرعة تحصل مثلا أنه جاء 20%. والأجهزة الجديدة اللي عليها ضمان راح يكون تغيير البطارية على الضمان، أما الأجهزة القديمة راح يكون تغيير البطارية على حسابك. أتمنى أني أفدتكم في هالمعلومة وتحياتي للجميع.